بعد ما اتكلمنا عن الهايبوكسيا اللي بتحصل بسبب نقص البلاد فلو اللي هي الاسكيميا، وعن الهايبوكسيا اللي بتحصل بسبب نقص البارشال بريشر اوف اكسجين في البلاد اللي هي الهايبوكسيميا، اخر حاجة هنتكلم عن الهايبوكسيا اللي بتحصل بسبب نقص الاكسجين كارينج كاباسيتي، او اللي بتحصل بسبب مشاكل في الهيموجلوبين. كالعادة قبل ما نتكلم عنها لازم نراجع بعض المفاهيم الأساسية اللي كنا درسناها في الفيزيولوجي. أول حاجة لازم نفتكرها إن الهيموجلوبين بيتكون من 4 molecules. طب ندي الأول المثال اللي احنا كنا بنقوله. الهيموجلوبين أنا بحب أشبهه دايما بالعربية. أوكي؟ أنت تخيل إن في عربية هي مسؤولة عن نقل السياح من المطار وتوديهم للفندق، المطار اللي هو الالفيولاي وتوديهم للفندق اللي هو التشيو. الهيموجلوبين العربية بيبقى فيها أربع كراسي، كل كرسي يقدر يشيل أكسجين. التركيب الحقيقي للهيموجلوبين بيبقى هيم وجلوبين، عشان كده سموه هيموجلوبين. الهيم جروب بتبقى في النص وبيبقى فيه أربعة جلوبين تشينز. في النورمال ادلت بيبقى بنسميه هيموجلوبين A، ده بيبقى 2 الفا تشينز و2 بيتا تشينز، بنسميه الفا 2 بيتا 2. الجلوبين تشين بيبقى فيها FE2 بلس، وال FE2 بلس بيتحد او الاكسجين بيقوم ماسك فيه، فبالتالي عشان كده بنقول ان الفور مولكيولز بتوع الهيموجلوبين بيقوموا ماسكين الفور ايرون جروبز، وبالتالي الهيموجلوبين المولكيول الواحد منه بيقدر يشيل 4 او 2. فلو احنا يعني في الاخر ممكن نقول ان العربيه دي بيبقى فيها 4. ده اول مفهوم اساسي لازم نكون فاهمينه. المفهوم الثاني ان الاربعه مولكيولز دي بنعبر عنها بالتشبع، وزي ما احنا عارفين التشبع اللي هو الـ SaO2. لازم تبقى عارف كويس قوي التشبع ده بيعتمد على ايه. التشبع بيعتمد على حاجتين رئيسيتين: عدد الركاب اللي هيركبوا هنا، تمام، وعلى عدد المقاعد المتاحة. فمنطقي جدا ان لو الركاب اللي هيركبوا في العربية أقل تبقى نسبة التشبع اللي هي الساتوريشن أقل. عدد الركاب طبعا أقصد بيها الـ PaO2. ولو إحنا جاء مثلا أربعة سياح يركبوا، فلو إن اتنين في مقاعدين أوريدي مشغولين، بالتالي طبعا برضو نسبة التشبع هتقل لأن عدد المقاعد المتاحة أقل. فده دي من الحاجات اللي لازم تكون عارفها، إن هي برضو بتعتمد على عدد المقاعد المتاحة. مهم جدا انك تخلي بالك ان تشبع جزيء الهيموجلوبين بالاكسجين لا يعتمد على عدد العربيات. فلو احنا مثلا افترضنا ان احنا عندنا سي 3 عربيات، العربية الواحدة المفترض ان هي بتشيل 4، الاربعة دي هي الـ SaO2، هي نسبة التشبع. فنفترض مثلا ان عربية منهم راحت، وسألنا السؤال دلوقتي نسبة التشبع جوه العربيات كام؟ هتلاحظ ان هي ما زالت 4 ما اتغيرتش، فالعدد لا يؤثر على الـ SaO2، لكن هو طبعا في النهاية بيأثر على كمية الاكسجين اللي بتدخل جوه التيشيو فبتسبب هايبوكسي، لكن الـ SaO2 ما بتتغيرش بتغير عدد العربيات. ودي تاني مفهوم لازم نكون فاهمينه. تالت مفهوم معانا مهم جدا. تالت مفهوم عبارة عن لازم تبقى عارف ان الهيموجلوبين عربية عندها عواطف جياشة، عاطفية شوية، بترتبط جدا جدا بالركاب اللي بيركبوا فيها اللي هم الاكسجين. وبالتالي بعد طول الطريق من المطار اللي هو الالفيولاي لحد الفندق اللي هو التيشيو بيكونوا كونوا صداقة جامدة جدا.
المشكلة ان لما بتيجي عند التيشيو الهيموجلوبين بسبب ان هو كون علاقة مع الاكسجين ما بيكونش عايز يسيبه احيانا. فساعتها عند التقاء الهيموجلوبين بالتيشيو ال SaO2 اللي هو نسبة تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين ما بتبقاش شيء كويس، لان هي هنا بتعبر عن الهيموجلوبين affinity to O2. والهيموجلوبين affinity عند التقاء الهيموجلوبين بالتيشيو شيء مش كويس، على عكس مثلا ان التيشيو اللي هو الفندق بيقول للعربية ما تنجز يا عم الحاج هات السياح بتوعي اللي هو الاوتو، احنا عايزين ناكل عيش ونفتح الفندق. فده بنسميه tissue extraction of O2، او ممكن نسميه oxygen release. ولازم تبقى فاهم ان هم عكس بعض تماما. فلو انا عندي ال SaO2 عالية عند التقاء الهيموجلوبين بالاكسجين بالتيشيو اسف، فده معناها ان الاكسجين ريليس هيقل. يعني ندي مثلا مثال بالارقام، لو احنا قلنا ان ال SaO2 80% عند التقاء الهيموجلوبين بالتيشيو، فده معناها ان 20% من الاكسجين هم فقط اللي حصل لهم ريليس، وده طبعا ما بيكونش كويس للتيشيو، لان ده بالنسبة للتيشيو عبارة عن هايبوكسيميا. وبالتالي انت هتلاحظ ان ودي المعلومة الرابعة بقى والمفهوم الرابع اللي لازم تكون فاهمه، ان انت بيبقى فيه فاكتورز، في حاجات معينة جوه الجسم بتقوم مخلية الاكسجين يسيب الهيموجلوبين ويروح ناحية التيشيو، يسيب العربية ويدخل الفندق. والحاجات دي بنسميها ان هي بتعمل shifting to the right، واي حاجة هتعمل shifting to the right ده معناها ان هي بت enhance او بتزود ال release، وطبعا ده هيفيد الاكسجين، هيفيد التيشيو ويمنع حدوث هايبوكسيا فيه. في حين ان اي حاجة هتعمل shifting to the left، فده معناها ان هو بيزود ال SaO2، يعني بيزود ال affinity. واحنا زي ما احنا عارفين ان اي حاجة هتزود ال affinity معناها ان ال release بيقل. فبالتالي الحاجات اللي بتعمل shifting to the left ممكن تسبب hypoxia، بس معناها ان هي بتقلل الاكسجين في التشيو. ودول الاربع مفاهيم اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها. يبقى خلاصة اللي احنا قلناه ايه؟ بناء على المفاهيم اللي احنا اتكلمنا عنها، بناء على جميع ما سبق، لو عندنا مشاكل في الهيموجلوبين ده هيؤدي الى هايبوكسيا، والهايبوكسيا طبعا معناها نقص الاكسجين في التيشيو، اللي ممكن نعبر عنها ان في سياح اقل في الفندق. اوكي، ازاي ممكن يبقى في سياح اقل في الفندق بسبب مشاكل في الهيموجلوبين؟ زي ما قلنا ثلاث حاجات. اول حاجة ان العربيات اللي بتنقل السياح للفندق عددها يقل، اوكي، نقص عدد العربيات، وده بيحصل في الانيميا. خلي بالك لو عدد العربيات اقل يبقى السياح اللي هيوصلوا للفندق اقل، اول حاجة نقص العدد. تاني حاجة ان العدد يكون سليم لكن المقاعد المتاحة للسياح عشان يقعدوا فيها تكون أقل، فنقص عدد المقاعد هو السبب التاني. ونقص عدد المقاعد بيحصل بحاجة من اتنين، ممكن بالكربون مونوكسيد هيموجلوبين، أو يحصل بحاجة اسمها الميت هيموجلوبين، وهنتكلم عنهم بالتفصيل بعد شوية. تالت حاجة تقلل عدد السياح اللي بيوصلوا للفندق، او عدد الاكسجين اللي بيوصل التيشيو، ان زي ما قلنا يبقى السياح لازقين في العربية بسبب العلاقة العاطفية اللي ما بين العربية والسياح، السياح لازقين في العربية، او ان مثلا العربية كان في صمغ على الكراسي والسياح جم يقوموا مش عارفين يقوموا. المهم ان السياح اللي لازقين في العربية دي نقصد بيها ان في زيادة في الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاكسجين، وده طبعا بيبقى معناها في نقص في الريليس او نقص في الاكستراكشن اوف اوكسجين
من الهيموجلوبين للتيشو، وده طبعا اللي هي الحاجات اللي بتعمل shifting to the left. وهنتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي بتعمل shifting to the left، هنتكلم عنها بالتفصيل.